طيب دلوقتي احنا عملنا سيف للفايل وعملنا لود للبايثون نوت بوك التانية وعملنا run الاناليسيس تاني. تعالوا نكمل بقى. تعالوا دلوقتي نلاقي الكيوردز الموست كومن، اكتر كلمات متكررة في التايتل وفي الديسكريبشن، علشان ده هيفرق معانا واحنا مثلا لو بنعمل اب نعرف ايه اهم كيوردز لازم نخليها معانا علشان نرانك هاير في البلاي ستور. find common keywords، خلاص ممكن نقفل السكشن ده ملناش دعوة بيه. فعلشان نلاقي الموست كومن كيوردز ممكن نعمل ايه؟ هنروح ناخد التايتل. لو احنا عملنا كده فده بيرجع لنا كل الروز بتاعت التايتل، كل الفاليوز. لو احنا في بايثون عملنا كده دوت جوين يبقى هنجوين كل الروز دي تمام مع بعض في one big string. ولو عملنا دوت سبليت يبقى هنقسمهم للكلمات نفسها. وفي بايثون package from collections import counter تقريبا، فلو عملنا كده انه موديول ممكن كده تمام. وبعدين دوت، ولو رحنا هنا على الدوكيومنتيشن هنلاقي هو counter most common، فده اللي احنا عايزين نستخدمه. فده حركة سهلة جدا نطلع ال most common words من التايتل لو احنا عايزين. ممكن نحط الفانكشن دي في حاجة تانية، ممكن نحط قصدي الكود ده فانكشن. فديفاين find common keywords ونديها التكست ونمبر ونريتيرن. تعالوا هنستخدمها ازاي؟ هنقول هي اولا اسمها find find common keywords، دي هنديها text يعني هنديها الحتة دي بس الجوين دي. فاحنا بنديها string وهي بتسبلت وترجع ال most common number، فده كويس. فهي بتاخد ال string وبتاخد ال number هنقول 10 فنرجع ال 10. لو عايزينها لل description كمان description فهيرجع ده. وهنلاقي هنا حاجات كتير احنا عايزين نصلحها، زي ليه في ال punctuation وليه ال common words دي موجودة كده احنا مش شايفين حاجة خالص، لان ال description طبعا فيها الكلام ده اكتر بكتير and وذا وكده، فمغطي على ال keywords اللي احنا فعلا بندور عليها.